السلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة هقول لكم تطبيقات بنزلها على الموبايل، ابليكيشن بنزلها على الموبايل هتساعد كتير في اختيار الوان الدهانات بتاعة الحوائط. طبعا دي حاجة بتضيع وقت كبير مننا ان احنا نختار وننسق الالوان بتاعة الديكور والاساس، وساعات بنحس ان الموضوع كبير قوي علينا ومحتاج خبير ديكور وان هو ينسق معانا الالوان. فطبعا التكنولوجيا الجديدة وفرت لنا تطبيقات بننزلها على الموبايل تقدر تساعدنا ان احنا نعمل محاكاة للون اللي احنا بنختاره ده على الحوائط قدامنا، يبقى قدامنا على الشاشة. وده طبعا بيديلك الكود بتاع اللون اللي اخترته. وكمان في شركات متخصصة للدهانات كبيرة وموجودة في الدول، معظم الدول العربية بتنزل الابليكيشن بتاعها ده علشان تقدر ما تروح تشتري تعمل بروفا على اللون اللي اخترته، وتقدر تختار براحتك من الباليت بتاعت الالوان وتروح على طول. بيدولك كمان مكان المنفذ بتاع البيع بتاع اللون اللي انت اخترته، وممكن كمان يحسب لك الكمية اللي انت عايزها، كل ده عن طريق الابليكيشن. فتعالوا مع بعض نشوف ايه حكاية الابليكيشن اللي بتساعدنا على اختيار الدهانات بتاعة الحوائط. جوتن كولر ديزاين ده طبعا اللي اطلقته شركة جوتن للدهانات اللي هي عالمية. طبعا التطبيق ده كويس جدا، بيمنح مستخدمي القدرة على اختيار الالوان بتاعت الجدران بشكل افتراضي وتجربها كمان على الحوائط بشكل افتراضي، وبيمنح لمستخدمي القدرة على المقارنة بين مئات من الدرجات، وبيديلك الباليت احدث باليت مثلا بتاعت 2021 و2022، وبيعمل تحديثات للباليت بتاعته كل سنة، وبتكون كمان الباليت القديمة موجودة. وبيدي لك كمان القدرة على اختيار اللون المثالي لحجم الغرفة والمناسب للأساس والديكور، بالإضافة كمان ان هو ممكن يحسب لك كمية الدهانات المطلوبة علشان تغطي مساحة الغرفة، وهو كمان سهل جدا في الاستخدام، مش هتلاقي فيه اي صعوبة. دهانات الجزيرة كمان منزلة ابليكيشن تقدر تنزله على الموبايل وتجرب الالوان والباليتس اللي عندها. ابليكيشن سهل جدا، نفس الفكرة بتاعت جوتن برضو، نقدر ان احنا ننزله ونختار ونعمل هارموني كمان بين الالوان المختلفة والدرجات المختلفة للون. شركة سكيب للدهانات برضو عاملة ابليكيشن بنفس الفكرة، نقدر ان احنا نجرب عليه الدهانات والاكواد ونختار اللون وكل حاجة بدرجاته ونجربها على الحيطة. وفي ابليكيشن تانية زي اولمبيك بينت فيجواليزر وبينت تيستر، وكمان الابليكيشن اللي اسمه كالر هارموني، وده حلو جدا لانه بيقدر ان هو يدينا اكتر من لون في بينهم هارموني من غير ما نقعد نفكر ونجرب. يعني هو بيديلك الاختيارات اللي فيه بينها هارموني، وتقدر ان انت تلعب مثلا تزود الاحمر تزود الاخضر وهكذا. فده يعتبر ابليكيشن عظيم جدا ان انت تعمل هارموني بين الالوان اللي هتختارها للاساس مع الدهانات مع الاكسسوارز مع السجاد مع كل حاجة. وبس كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، يا رب اكون فدتكم بحاجة وتنزلوا الابليكيشنز دي وتجربوها.
هتساعدكم كتير ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.